وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموريتاني بشرى البشير، فين كنتي غابر اخويا؟ توحشناك. ياك ما كانوا حابسين عليك الدعم عليها ما كنتيش كتهضر. ايوا ما ديش عليهم، راه البترول كان طايح، كورونا، وانت عارف الازمه الخانقه اللي ضربه الجزائر، داكشي علاش الكبرانات ما كانوش كيتهلاو فيك. دابا ياك ما وصلكش لونفولوب صحيح. الموريتاني بشرى البشير خرج كيعلق على القرار ديال مجلس الامن 2602 اللي كرس المكتسبات اللي حققها المغرب واللي سد لهم جميع المنافذ. وخرج الموريتاني بشرى البشير قال لك حنا كنا كنتسناو الامم المتحده تعطينا الصحراء، ولكن ملي خرجوا بهذا القرار حنا ما غاديش نوقفوا الحرب، والحرب غتبقى مستمره والقصف ما غاديش يحبس. الله ودي يا الموريتاني بشرى البشير، هاد الحرب اللي كتفرجوا فيها غير نتوما صيفطوا لنا منها غير شي 20 ثانيه نتفرجوا حتى حنا معكم. وصلتوا 300 بيان، ونهار خرجنا كنقلبوا لقيناكم جالسين كتبكيو وكتغبنوا وكتقولوا المغرب قتل لنا ثلاثه في المنطقه العازله. وهذيك 300 بيان فين مشات؟ والله الا توحشناك يا ولد موريتانيا. حنا لا دافعنا كندافعوا على البلاد ديالنا، انت ولد موريتانيا على من كتدافع؟ نعم البترول ماشي مشكل، انبح مع راسك. الكبرانات ديال فرنسا ما يقارب 50 سنه وهما كينبحوا، ما صوروا والو. خذ لك انت شي 50 سنه اخرى ونبح مع راسك، راه انت كتفوج علينا وتوحشنا اودي يا بشرى البشير. نخليكم مع الموريتاني بشرى البشير اشنو قال حول القرار ديال مجلس الامن 2602. نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. بالنسبة لنا موقفنا من قرار مجلس الأمن الدولي 2602 المصادق عليه مؤخرا فيما يتعلق بالصحراء الغربية والقاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية سنة كاملة، عبرنا عنه في البيان الذي تم صدوره باسم جبهة البوليساري، والذي عبرنا من خلاله عن خيبة أملنا الكبيرة في هذا القرار، واعتبارنا بأنه يشكل تفويت لفرصة أخرى من طرف مجلس الأمن الدولي لتجنيب الإقليم وتجنيب المنطقة مزيد من الانزلاق ومزيد من التوتر. بالنسبة لنا مجلس الأمن الدولي، يعني القرار في حد ذاته على مستوى النص، لدينا المآخذ التي كانت لدينا على جميع القرارات التي تمت المصادقة عليها خاصة خلال السنوات الأخيرة، والتي تنم عن مقاربة غير متوازنة على الإطلاق فيما يتعلق بموقف الطرفين، وتظهر نية مسبقة داخل مجلس الأمن الدولي خاصة لدى بعض الأعضاء النافذين الذين تمت السيطرة على مواقفهم من طرف الاحتلال المغربي، بعض الأعضاء النافذين الذين يدفعون بالمسار في وجهة أخرى ليست تصفية الاستعمار وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة كما هو متفق عليه. ولكن هذه مآخذنا كانت على القرارات السابقة خلال السنوات الأخيرة. مأخذنا على هذا القرار والذي في الشكل في النص أتى تماما كتلك القرارات هو المتعلق بالظرف السياق الذي تم التصويت فيه على هذا القرار. فنحن نعرف بأنه لأول مرة مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار منذ عودة الحرب إلى الصحراء الغربية نوفمبر سنة 2020. هناك حرب قائمة، ولكن بالإضافة إلى الحرب هناك وضعية احتقان كبيرة داخل المنطقة قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه. سبب الحرب معروف، وهو قرار المغرب بخرق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر من خلال دخول قواته إلى المنطقة المنزوعة السلاح، احتلاله أراضي جديدة من التراب الصحراوي المحرر، وتمديده الجدار العسكري الفاصل في الصحراء الغربية. بالنسبة لنا هناك واقع حرب في الصحراء الغربية هو نتيجة لسياسة مجلس الأمن الدولي ولموقفه غير المتوازن، والذي طبعه خلال جميع السنوات الأخيرة مقاربة تتأسس على تسيير النزاع بدلا من التوجه إلى حله واتخاذ إجراءات صارمة بهذا الصدد. بالنسبة لنا القرار تم تبنيه تماما في إطار نفس العقلية التي تسير النزاع، وبالتالي تريد الحفاظ على الوضع القائم الذي لا يعدو أن يكون وضع الاحتلال ووضع الاستعمار ووضع الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية.
وقرار مجلس الأمن الدولي بدلا من يشكل بداية تحول وبدلا من أن تشكل الحرب وانهيار وقف إطلاق النار، انهيار التسوية، رسالة قوية إلى مجلس الأمن الدولي ليتخذ مقاربة مختلفة من أجل حل النزاع، أراد أن يذهب في نفس المسار، وبالنسبة لنا فرصة ضائعة أخرى للأسف الشديد. هل كنتم تنتظرون أستاذ أبي يعني تنديدا من مجلس الأمن الدولي بموقف أو مقاربة المغرب؟ هل يعكس اليوم هذا القرار تزكية أو دعما للموقف المغربي في رأيكم؟ بالنسبة لنا القرار يدعم الأمر الواقع الذي تريد المملكة المغربية فرضه في الصحراء الغربية، وهذا الأمر الواقع يتأسس على الاحتلال العسكري للإقليم، ولكن أيضا ضرب العرض الحائط كل القرارات وكل نية تجاه الحل السلمي العادل الذي يتأسس على استفتاء تقرير المصير الذي تم الاتفاق عليه ما بين الطرفين. هناك مخطط هو المخطط الوحيد إلى حد الساعة الذي تم الاتفاق عليه ما بين طرفي النزاع، والذي بموجبه توجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وهو مخطط السلام الأممي الإفريقي سنة 1991. إلى حد الساعة هذا هو المخطط الوحيد المتفق عليه. وطيلة السنوات الأخيرة وخلال القرار الأخير، بدلا من أنه مجلس الأمن الدولي يتجه إلى الحل، يعني إلى أولا الإشارة بالأصبع، من هو الطرف الذي يعرقل؟ من هو الطرف الذي يعرقل المسار السياسي؟ المسار السياسي جوهره وهدفه النهائي كان وما زال وكما تعكسه اسم المينورسو هو استفتاء تقرير المصير. المغرب هو من يرفض هذا الاستفتاء، ولكن على مستوى الأرض وعلى مستوى التطورات الميدانية المغرب هو من خرق وقف إطلاق النار، ومع ذلك القرار لم يشر لا من قريب ولا من بعيد عن مسؤولية المغرب السياسية عن انهيار مسار التسوية، ومسؤوليته الميدانية عن انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية. أيضا أستاذ، اليوم الموافقة الواسعة 13 دولة كما قلت وامتناع دولتين فقط، البعض يرى أنها تمثل إجماعا للرؤية القريبة من الطرح المغربي، ويعني ترجيحا لحل الحكم الذاتي، كيف ترى ذلك؟ لا، نحن بالنسبة لنا جوهر الموقف، نحن فقط كنا ننتظر بأن مجلس الأمن الدولي يكون أكثر وضوحا، يكون أكثر حزما فيما يتعلق بالإحساس بالخطر وحرج اللحظة التي توجد بها القضية، والوضع الخطير المتدهور الذي زج المغرب به المنطقة منذ 13 نوفمبر الآن، ومن أجل تجنيب الإقليم والمنطقة احتمالات منزلقات أكثر خطورة. كنا نتوقع هذا، وكنا نتوقع أنه يكون هناك توجه من أجل إعادة قطار التسوية إلى سكته الأصلية. هذا للأسف الشديد لم يحصل، ولكن كلمة السر في قرار مجلس الأمن الدولي كانت وستبقى دائما هي حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة. ومعروف بأن القرار الجوهري الذي يحدد ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة هو اللائحة 15-14 لسنة 1960 المتعلقة بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة. الحكم الذاتي الذي تدعي المملكة المغربية بأنه حل وسط ومن الممكن أن يكون تصوراً في حل النزاع على الصحراء الغربية مطروح موجود على الطاولة منذ سنة 2007، ولو كانت ثمة من فرصة لتطبيقه لكان قد طبق أو أعلن مجلس الأمن الدولي بشكل مباشر دعمه له. هذا الاتفاق، هذا الطرح، هذا المقترح ولد ميتاً لسببين اثنين. أولاً لتناقضه البين الصارخ الواضح مع الوضع القانوني للإقليم ومع تقاليد الأمم المتحدة في تسوية النزاعات من هذه الصفة، نزاعات تصفية الاستعمار، هذا من جهة، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، هذا العنصر الأول. ولكن أيضا حتى من الناحية العملية على مستوى التفاوض وعلى مستوى التصور في الحل، هذا لا يمكن أن يكون حلا وسطا على الإطلاق، لأنه يحل مشكلة السيادة وهي جوهر النزاع بشكل مسبق على أي استشارة لشعب الصحراء الغربية، وبالتالي فهو يعطي الكل للمغرب
وبشكل مسبق على أي استشارة للصحراويين أو على استفتاء تقرير المصير. وبالتالي هذا المقترح لا يمكن ولن يكون في أي يوم من الأيام تصوراً في الحل. وبالمناسبة أود أن أوضح نقطة، هناك بعض التقارير وحتى بعض المواقف التي تحاول أن تعطي الانطباع بأن الاستفتاء هو موقف البوليساريو، والاستفتاء ليس هو موقف البوليساريو على الإطلاق. هذا تصور أتت به الأمم المتحدة انطلاقاً من فهمها وفلسفتها في تصفية نزاعات تصفية الاستعمار. موقف جبهة البوليساريو كان وما زال وسيبقى هو الاستقلال الكامل للصحراء الغربية وتمتع الجمهورية الصحراوية بسيادتها على الإقليم بشكل كامل. الاستفتاء تقرير المصير هو موقف الحل الوسط، موقف المملكة المغربية هو دمج الصحراء الغربية داخل المملكة المغربية واحتلالها بشكل نهائي. هذان هما الموقفان. الاستفتاء تقرير المصير هو موقف الحل الوسط وليس موقف جبهة البوليساريو على الإطلاق. ولو كانت جبهة البوليساريو إرادة جبهة البوليساريو أعلنت عنها من خلال إعلانها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مستقلة، ولكننا إسهاما في التسوية واعتقادنا الراسخ بأنه إذا ما أعطيت فرصة للشعب الصحراوي فإنه سوف يصوت للاستقلال، فيعني تم قبول استفتاء تقرير المصير الذي اقترحته الأمم المتحدة. ما هو موقف البوليساريو من التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر اليوم، خاصة وأن ملف الصحراء هو أحد أسباب هذه الأزمة؟ بالنسبة لنا قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذا موضوع ثنائي يتعلق بالعلاقات الثنائية ما بين البلدين، ولكن إذا كان لابد من أن نقول شيئا بهذا الصدد إنه مشكلة العلاقات الثنائية ما بين الجزائر والمغرب مشكل لديه جذور تاريخية يعني منذ قرون ويعني سنوات طويلة قبل حتى ميلاد الدول الوطنية في 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 المنطقة. وموقف المملكة المغربية من الثورة الجزائرية وحادثة اختطاف طائرة الزعماء الجزائريين وبعد ذلك حرب الرمال سنة 1963 والدور المغربي في تغذية الإرهاب على الجزائر خلال العشرية السوداء وجميع السياسات التي ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر، هذه مواضيع لا علاقة لها بالنزاع على الصحراء الغربية. والجزائر موقفها واضح، الصحراء الغربية لم تخفي، تؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحق الشعب الصحراوي في الاستقلال. وقالت الجزائر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بأنه إذا أراد الصحراويون أي تصور إن كان فهي أول من سوف يباركه، وبالتالي فإنه لا يجب تحميل الجزائر على الإطلاق فيما يتعلق بالصحراء الغربية أمرا أكثر من أنه موقف يندرج في إطار سياستها الخارجية المعروفة، وهي سياسة لديها طبيعة مختلفة تماما عن السياسة الخارجية للمملكة المغربية والتي يحكمها منطق آخر مخالف ومناقض تماماً للسياسة الخارجية الجزائرية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.